يا هلا والله، مساء الخير متابعين سناب جاز اللايف. اليوم احنا في السوق الداخلي بمحافظة ابو عريق، راح ناخذكم في جولة على السوق، خليكم معنا. عندنا حلويات لو حصلتها في السوق اعطيك مجان على الشرط والضمان. عندنا حلويات باب الحارة، اللي يشتري منها بكرة يبني فيلا وعمارة. حلويات شارع المجمع، اللي ما يشتري ذوق ويسمع بس لا يطمع. حلويات قلوب منسية لأهل الذوق الرومانسية، وبسرعة عجل عليا باقي منها شوية. وهذا هو السوق الشعبي بمحافظة أبو عريش، السوق الشعبي والبسيط والجميل. طبعا قف ان شاء الله في مكان اخر وفي تغطية اخرى ان شاء الله في امان الله. ايضا رجال الامن متواجدين في الموقع لحماية المتسوقين وتنظيم السير، اسأل الله لهم التوفيق في امان الله.